يقول ابو احمد محمد كابد وجاع حزين والنوم جافاني وتفكيري وقع مربوط ربيت النفس ضاقت والدماء وسط العروق الجمدين فجاه وصل هذا الخبر مهد لنا العيشه مهيد يا قهر قلبي من فراقك يا عمي عمين موتك كسر ظهري وخلى الفكر في عقلي شريط قصيده تعزيه بعد وفاة المقبول بإذن الله المرحوم الأستاذ أمين أحمد ناصر الحاج المثالي مدير مدرسة المثال قبيلة الحداء وخطيب الجامع وأمين قرية المثال الذي وافته المنية إثر ذبحة صدرية وقعت له فجأة الساعة 12 وقت صلاة الجمعة وقد توضى وتجهز لأداء خطبة الجمعة في تاريخ 6/1/2017 ميلادية. المعزون ابن عمه أحمد علي أحمد الحاج المثالي وابنه محمد أحمد علي أحمد الحاج المثالي يقوم بالأداء الشاعر فايز أبو شمس وشارك أبو سعود أبو خليل عبد الفرحان وبالإيقاع زبيد مع تحيات تسجيلات الفايز دمام. يا من فلقت الصخر يا خرج منها الماء المعين تغفر ذنوب العبد يا من نسالك يا مجيد وترحم المخلوق يا رحمن في دنيا ودين بجاه طه والقلم وآل عمران والحديد الحمد لك حمد القلوب الطايعة في كل حين والشكر لك يا معتلي تعداد حبات الحصيد. ما قدره ربي على الإنسان بالموت اليقين نرضى بحكمك يا عظيم الشان لا يمكن نحيد ثم الصلاة للمصطفى والآل والصحب أجمعين محمد المختار ذي حرر من الظلم العبيد وبعدها يا هاجسي ما للحروف اتبع ثارين قم شد حيلك وانتفض جهز لي ابيات القصيد. يقول ابو احمد محمد كبد وجاعه حزين والنوم جافاني وتفكيري وقع مربود ربيت النفس ضاقت والدماء وسط العروق الجمدين فجأة وصل هذا الخبر مهد لنا العيشه مهيد يا قهر قلبي من فراقك يا عمي امين موتك كسر ظهري وخل الفكر في عقلي شريد. يا قهر قلبي من فراقك آه يا عمي آمين موتك كسر ظهري وخل الفكر في عقلي شريد الحزن خيم في سماء المثال وازداد الأنين شفت الأوادم كني قد حد رشهم بعض المبيد العين تذرف دمعها على فراق الطيبين أهوى على الأستاذ أمين ذي كان وجيد بن جيد. العين تذرف دمعها على فراق الطيبين أهوى على الأستاذ أمين ذي كان وجيد بن جيد كم كنت شامخ يا بطل يا حيد ضركام الزبين كنت مدير المدرسة زعيم قومك والعقيد قد كنت صمام الأمان وكنت الحصن الحصين ودرعنا في القبيلة وداعنا
وصمم ما الأمال وكنت الحصن الحصين ودرعنا في القبيلة ودم يجري في الوريد الأرض ضاقت ومطوات وكل الأوجاع قبالين والكون ما زاد التسع من كثر قهري والنهيد موتك ذرف دمعي وكأنه داخل أجفاني سجين والشرع قال إن الذي مجلوط في حكم الشهيد تخرجها على فرقاك في العمر المديد أمين كانوا مثل تاج الراس من فوق الجبين كانوا صديق الصدق ما يلفظ سوى القول السديد كيف افتقحنا بعد موتك كان والدرع الثمين كان المرافع حقنا والجيد والكف والوحيد كيف افتقحنا بعد موته كان والدرع الثمين كان المرافع حقنا والجيد والكف والوحيد من يطلبه لباه ما يرجع بها صفر اليدين وطيب الأوصاف متميز مع أخلاقه فريد كنت علاج جراحنا وطب مثل البنسلين لا يمكن انك تخذل الصاحب ذا الموقف شديد يا احمد امين ارجوك تلحق خطوة الاستاذ امين وظل مختار والباقي يلحق ودرب الفقيد يا عامنا المشعوم جيت تزرع الحزن الدفين كنا نظنك خير وين قد معك نغمه جديد سته يناير يوم جمعه قطع الحبل المتين كنت احسب انك يا الاجل لازلت متاخر بعيد يا رب ترحم من يغادر يا إله العالمين ورحمتك دوما ضروريه ومنها يستفيد وتجعله يا رب في الجنة من أصحاب اليمين في جنة الفردوس يتنعم من العيش الرغيد مع الصحابة والنبي طه إمام المرسلين يا رب نترجاك يبقى وسط جنتك سعيد والختم صلينا على من بدد الكفر المبين طه شفيع الخلق من نيران في يوم الوعيد للتواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 721-694-090 او 711-150-490 يقول أبو أحمد محمد كابد وجاء حزين والنوم جاء